كما بسم الله الرحمن الرحيم، كما شاف الجميع كانت مقابله صعبه. كنا لاعبين مع فريق سريع وتظم، الكل يعرف سريع وتظم يعني متديل الترتيب. اي ماتش اي مقابله عند سريع وتظم تتبقى يعني مقابله سد. حنا اللاعبين كانوا مركزين، كانت عندنا يعني لافولونتي اكثر من اللاعبين ديال فريق وتظم. الكل شاف المباريات اللي تجرات قبلنا، يعني كان عندنا الفوز اهم من الاداء. الحمد لله اليوم شفنا الاداء، شفنا النتيجه. انا تنشكر اللاعبين على المجهود البدني التكتيكي الذهني. اللاعبين يعني واخا يعني سيطروا على المباراه، حاولنا يعني لعبنا مع فريق اللي حتى هو منظم، فريق قوي. حاولنا ناورنا من الوسط، من يعني من الاظهره. الحمد لله يعني 3 بوان هذه ميريتي ليكيب، وتنشكروا هاد الجماهير اللي ساندونا من اول دقيقه في المقابله لاخر دقيقه. وان شاء الله نتمنى ونبقاو غادي مستمرين في هذه النتائج الايجابيه.